اخي الكريم، شو فينك تحكي لنا اوضاع المعيشه بالمدينه؟ والله وضع المدينه صعب جدا، يعني قله الغذاء والمعونات، وخاصه ماده الخبز يعني قليله جدا. يعني صار له 3 ايام يعني ما في لا خبز لا شيء، يعني بس لا حول ولا قوه الا بالله. يعني وضع المعيشه صعب جدا يعني. طيب ما في اي مدخول للمواطنين او للمدنيين بالمدينه؟ ما في لا شغل ولا شيء، العالم قاعدة، لا عم بيجي لا مساعدات، لا عم بيجي دعم من برا، ما عم في شيء يعني خالص. وضع صعب جدا يعني، العالم عايشة من قلة الموت يعني. وأنا يعني بصفتي إني عسكر منشق بتلبيسة هون، وأنا أصلي من درعا يعني، عايش شلون شايف الوضع يعني بعيني يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله.